تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، أقامت المحافظة حفل تكريم للجهات الداعمة والمتعاونة مع كافة المبادرات والبرامج والمناسبات التي أقامتها المحافظة خلال عام 2021. وأشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالدور الفاعل لمختلف الجهات في إنجاح الفعاليات التي أقيمت طوال العام المنصرم وخلال احتفال مملكة البحرين بالأعياد الوطنية المجيدة، مشيرا سموه إلى أن ما يميز المحافظة الجنوبية هو نهج التواصل الدائم والفاعل القائم بين مختلف القطاعات، مبينا سموه بأن تلك الجهود تصب في دعم مفهوم الشراكة المجتمعية التي أصبحت نموذجا ونهجا يحتذى به لما له من أثر إيجابي على مجتمع المحافظة. من جانبها أكدت السيدة مريم المناعي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالمحافظة الجنوبية بأن نجاح المحافظة جاء نظير دعم ورعاية الجهات لسلسلة الفعاليات المقامة. وبعد ذلك تفضل سمو محافظ المحافظة الجنوبية بتكريم الجهات الداعمة والمتعاونة. نشكر سمو الشيخ خليفة بن علي على هذا التكريم وعلى هذا التجمع، والحقيقة احنا يعني اليوم فخورين بما شاهدناها في الشاشة التلفاز اللي وضعت، هو الإنجازات الكبيرة بالمحافظة الجنوبية، وهذا مو شيء غريب على سموه. سموه ما شاء الله عليه يعني رجل مجتهد، رجل يخدم الجنوبية من كبير إلى صغير. احنا نتشرف اليوم بهذا التكريم من قبل المحافظ محافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي، اللي دائما هو يحرص على التواصل مع الأفراد وأهالي المنطقة والمؤسسات الحكومية والأهلية، واحتفالية اليوم وهو يعني تجسد هذه الشراكة وتعمقها أكثر. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر المحافظة وفريق العمل أنهم طوال يعني السنة على تواصل معنا في برامجنا في أنشطتنا، ودائما حريصين أنهم يعمقون هذه الشراكة من خلال برامج الجمعية. التعاون بين جمعية سكري والمحافظة الجنوبية قائم من سنوات، وإحنا نفتخر ونعتز بهذه الشراكة المجتمعية. قدمنا معاهم ندوة حول حقائق عن مرض السكري في نوفمبر، وإحنا فعلا ناخذ هذه كفرصة لشكر المحافظة على دعمها لكل أنشطة الجمعية التوعوية فيما يخص السمنة والحياة الصحية والوقاية من السكري.